وسهلا. أهلا وسهلا، وبتمنى اليوم هيك نكون مثل الأطفال حول العالم عم بيعملوا كتير هيك مقامات خاصة forgiveness، استغفار. بالاستغفار بيروح الاستكبار، والاستكبار الأروغنس 95% من أمراضنا بتجي. أنا يعني هل أنا لازم تكون أنا كونية أو بتصير نحن ميوي؟ شو ما شفت بالطريق هدا أنا هدا أنا هدا أنا المنيح والوحيش. فإذا هالكعك من هالعجين كلنا ما ننتقد، مننبسط أوقات منحكي كم كلمة ومننتقد وهيك، بس منرجع منقول بسببه. بد ما تحكي عن النظافة رح شوف بيتك، بد ما تحكي عن العتمة ضوي شمعة، لأن ما ممكن يصير التغيير من برا، بده يصير من الداخل. لا يغير الله ما بقوم حتى. في اثنين أصحاب ماشيين على الطريق، بيقوم واحد مدري شو بيعمل صاحبه، بيقوم وبيضربه زعلان. هاي بيقول اليوم واحد صاحبي ضربني، كتب شو ضرب وشو حس على الرمل. صاحبه بيرجع كمان بيضربه هالمرة من قلبه، ما بيعمل شي غلط. بيقوم بيحفرها على الحجر، صاحبي اليوم ضربني من قلبه. قال له دخلك؟ يعني ضربتك مرتين. قال له أول مرة ضربتني أنت وغضبين، حسيت فيها بس ما بدي أحملها، كتبت على الرمل، بيجي الريح وبيخدها. تاني مرة ضربتني من قلبك مثل أمي مثل بي، يعني حدا هيك صحوي فيها. على هذه الصخرة أبني كنيستي وبيعتي آل المسيح. ضربت على الحجر لأنه ما بتدوب. العلم في الصغر كالنقش على الحجر يعني وهيك. نحن وقت بتقصوا ضفيركم ما بتحسوا فيهم، مع أنه جزء مني. وقت بتقص شعرك كمان انتبهوا، قصي ضفيرك وشعرك أنت بجنينة وطميهم، هودي طاقتك يمرق حدا فوقهم. الحسد، السحر، الشعوذة، هي حقيقة. كل شي بيقوله الإنسان ياخذي منين اجا؟ ما في دخان ولا نار، هالألوهية وحدة. شو ما بدكن سموها، وجود، شو ما بدكن، الله، الله هو، مسيح، مسيحو. لو أنا بحب بودا، لو أنا بحب البسينة، الله أنا بحب البقرة، الله أنا بحب الله، أنا بحب المسيح، أنا بحب محمد، أنا بحب كل اللي بتحبه. هيدا هو الطاقة اللي فيك. ما بدنا ديفيجن، بدي تفرق تسود، ما بدنا. بدنا توحيد. وحدوه، مش باسم هالوحدوه منقتل بعضنا، لا. وقت عم تقتل إنسان عم تقتل نفسك، قتلت كل نفس. رحم لبسينة تركها نايمة مش متلا، جيب له مقص وقصر. عرف هي نايمة، لبسينة كله نايمين، الطبيعة كلها نايمة، وقنت فيك هالوجود كمان مساندها. فإذا نحن بزمن هلأ امتحان، من حوالي 3000 سنة مرقت هالكرة الأرضية، وراحت الأطلانتس وراحت البرمودا. ومين اللي عمل سفينة نوح؟ ومين اللي عمل سفينة؟ نعم، كل واحد منا. ما بدي علم بقى، بدي أعملها من القلب. هيديك السفينة غرقت، وسفينة نوح ما غرقت. كل شيء العلم يعمي والجهالة تعمي، وكلاهما بلاء. حفاة عراة نتطاول بالبنيان. شو هالبنيان؟ شو هالإبراج؟ بيت من عنكبوت كتير علي بيموت.
شو هالتبذير مبذرين اخوان الشياطين لهالسبب في مجاعه؟ معكن حق وانا مثلكن. جريده النهار حطت هالصوره لهالصبي بيشتغل 14 ساعة بتعطوه 10,000 ليرة، يعني ما بيكاد يشتري رغيفين خبز. هو نايم أخته بتصير الطعمية، سوري جاء على لبنان هربانين، كلنا بدنا نهرب، ما في حدود الحمد لله أنه منفوت بع الوجود، ما في زيح بين لبنان وسوريا، هي بس على الخريطة. بدي وحد نفسي مع نفسي ومع الوجود، شيلوا الحدود. إذا أنت موجوع أنا بحس فيه، في أربع كلمات بتقولن الطبيعة وبيقولن الجنين، أربعة 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 والإنسان. هي بيربع الجرس، أربعة 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 أربعة، ثمانية بثمانية 64، علم المثمن. نحن اللي عنا اللغة، وعلم آدم الأسماء. انتبهوا شيلوا لي الألقاب كلكم، أنا الدكتور الدكتور والبرسبور ومدري شو، شو اسمها بس؟ أنا مدام، شيلي لي هالمدام، مرتي يعني، جوزي، أولادي، إيدك مش إيدك يا فاطمة، مش أولادك مش أولادك، إيدك اللي حملتيها. نحن مش موجودين، نحن خيال، ذا شادو، إلوجن. بنت عمرها 3 سنين كانت عم تخبرني عن الإلوجن، كل شيء وهم، مالت everything is illusion مريم، everything is illusion، كل وهم. 3 سنين جسدها عمره هيك، بس انت قلت لي انا جسديا عمري 20، سكوت جلق وطلق وبهله. فرجيني افعالك واعمالك، شو تركت؟ زرعوا فأكلنا، نزرع فيأكلون، شو هي الصدقة الجارية اللي تركتها؟ قال لي 300 سنة بدون العرب تفهم صفعة من كتبك بالعربي، بالإنجليزي في أمل شوي أقل، يعني شي 200 سنة. قديش بيبقى من بعد هالدمار الشامل؟ رح يبقى 10% من الناس. هال 10% منعيش بلا هاللي اسمها حضارة، مثل ما قال أينشتاين. قال بده يجي وقت الإنسان سلعة بخدمة السلعة. آلة مع آلة، الله خلقك آلة بعناية. ما في كهرباء، ما في شيء أبداً مثل من زمان، بس بيبقى 10%. الأرض ما فيها تحملنا، مثل جسدي 1000 كيلو ما بتحمله إجري، ما فيها تحمل 1000 كيلو. شفتوا قديش في ناس هلأ هيك بطلب وبتمنى بنخاص من الكويت وهلأ السعودية وقطر، محلات المطاعم انتبهوا شو عم بياكلوا الناس. ما عم بينصحوا بسرعه اللي عم بتصير برا، بس نفس المواد المحطوطه بمطاعم الهارت اتاك برا فاتت على الامه العربيه، وزتوا غبار بالعيون، بلورينج. صرتوا بتنتبهوا كتار منكم، بتقولوا مريم ما بيرفوا عيوني، بلا هون باستوديو بيرفوا، بالبيت ما بيرفوا، ما بنتبه، لانه ما عندي فكر، ما بفكر شو بدي اقول، شو لانه اطفال. انا ما عندي ريموت كنترول، يعني ما بفتح تلفزيون، الصبح هيك بحضر معكم الحضره، برجع بفوت على كتابي. كنت اقعد اكثر على الجيب لي كيبورد، غير لي طاقه البيت كيلاني، وشفتوا المكنه كلكم فيكم تجيبوها وبتشوفوا وين وبتغيروا. هيدي علم التوافق، يعني موجود حتى ما بدكم المكنة. كانوا بالأول يمشي الولد مع بيو، صبحته هون يحفروا في بير، تحط الإمام شمعة أو حبة ملح أو في حجار كريمة، مش اللي بنعمل أساور ودخيلكم لبقى تلبسوا مجوهرات. أنتوا الجوهرة، فيكم تعملوا مجوهرات مش من أمنا الأرض، نعم اشياء ريسايكل فيها تدوير، حلوه كثير كلون وهي كلها، من البلاستيك من الدوليب من هالاشياء. ما تعملوا بيوت من الدوليب، اعملوها كلها من القش ومن الطين ومن التراب ومن الاحجار، وانتم عمروها بايدكم.
فإذا ما بدي أغتصب أمي الأرض لا المي ولا البترول. انتبهوا، شاركوا بالرسول، في شرك وفي مشاركة. هو ما كان عارف دخلكم محمد؟ ما بيفهم، بس نحن الفهمني قال سيأتي زمان. قالوا له حجر التعبئة اللي عم تحفروه رح تغتصبوا أمكم الأرض. نعم، هلأ الزمان. فإذا وقت اللي عدوك بيضربك وعدوك بيحبك وهيك بيعمل، انتبه يعني. الأم ما عشان بيجي بيندحش فيها، مش حد بيو، بيبقى هو بيو كل النهار عشان يفك حد أمه، لأنه وقت كان ببطنها كان عم بيحكي معه. ولكن الشيطان قوي. إلا عبادك الصالحين. شفت ناس كتير بلبنان وتأملت خير يعني بدي اشتغل معهم ونعمل شيء، لا بيحكوا كتير حلو وعندهم طاقات انه ايه عندنا شغل بيعمل انتاج مادي، بس ورا في بزنس مايند. العلم مش بالمال، ماني مايندد، هون رأس مال. بيمول رأس المال قال له إلا عبادك الصالحين، أنا بحبكم مع الحلاج مش مع الحجاج. قال له بدو ينا الموت، كير جافك بدو ينا الموت من الموت. هيدا الصراط المستقيم. وقت اللي إجا هو أنطونس عادة وكان في الكواكب وبعدين الدغستاني، وفي كتير صوفيين بلبنان وبرا، بس اليوم الصوفي زقوفيز. وقت بيقول لي ما فيني أقول السر إلا لأصحاب السر، يعني ما بتعطي الدواء إلا بس صح. شو هيك؟ قال لي لا أنت أقوى، وما فيني لكم منه. قال لي أنت أقوى منا كلنا. قلت له أنا ماني أقوى بالقوة، بالتقوى. هالقوة فينا كلنا. لشو بدك وراك مريدين؟ هودي أتباع، أنت راعي وهني خواريف خروف، بس كلكم متخلفين يلي بتلحق هيك راعي. عشان هيك المسيح قال لهم حش تتصيد سمك، تعال معي بدي علمك تتصيد الإلهية اللي فيك. نعم، قد ما فيكم enjoy every moment in life، انك تفرح بكل لحظة، كل لحظة يكون فيها يقظة. عشان هيك بعرف انه كل وسائل اعلامنا يعني إن كان بالإمارات أو تتتات أو بالفتفتفات كلهم ما حدا بيسترجع يحط مريم على أي تلفزيون. حتى أنا مجنسة أكثر من جنسية، قلت لهم هاد التلفزيون للأمريكان وأنا من كندي. وأنا مريم أنت بقى أنا عارف شو بدك تحكي، لأنه أنا بحكي الحقيقة والفطرة خطرة، والإف دي إيه بلشت توقع وإسرائيل بلشت توقع. وبشكركم من محبتنا إلكم للإسرائيل ولليهود كلهم، لازم توقع. إذا ما وقعت ما ارتفعت، لازم تعيش هالكذب من الفرات إلى النيل. شغل لي هالعقل، المال ما بيحكم، اعقل وتوكل. قال الرئيس الأمريكاني شاف حلم، شاف مني، دخلكم تعالوا فسروا لي هالمني. قال لي شو بصرت بنومي؟ قال له بصرت بنومي إنه غمرني رئيس السودان. قال له طيب هالغمرة من قدام أو من ورا؟ قال له شو حصي؟ قال له إذا غامرك من قدام بده يعطيك السودان، إذا غامرك من ورا بده يعطيك الخرطوم. حلوين النكت. وأنا بطلب منك زياد الرحباني لا تسكت، ما عندك التزام بالوقت، بس نحن معك، بحبك تكون معنا هون. الكلمات الراقية والمتحولة إلى أفعال أفضل من أن تبقى مجرد كلمات. ما بدي كلمات كالكلمات وما أدري شو هالحكي، ما بدي. وقت الواحد ما في يحكي بصير يعمل إلى آخره، بزقفوا له إنه سكوت نبير. عند اصطدام الأمواج بالصخور دوما الأمواج هي الرابحة، ليس لأنها تملك القوة بل لأنها تملك الإصرار. استمر، نعم، يلا 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 بدوب الصخر. To persist، استمرارية. قالت له مرته
ايه روح نام بقى. صرت 200 مره مجرب وما ضوت هاللمبه اديسون. هلا صرت اعرف 200 طريق مسدوده. يا حبيب قلبي شايفه ايجابيه، هاي الطريق مسدوده، هاي الطريق مسدوده، هلا بجرب، هلا بجرب. بس ضوي. قال لها لامه قومي قومي اطلط فيها بدي نام. مرته قومي قومي شوف اللمبه ضوت فيها بدي نام. وقال يا ريت ما ضويت هاللمبه، يا ريت ما عملت هيك. الفريد نوبل كمان وكلهم، ريتشارد باخ، وهيدا انسان استعملها للقنبلة الذرية، استعملها للدمار للحرب. قال له انا ما قلت لك تعمل هيك. قال له قبط حقا ابن، روح نام. ناجازاكي وهيروشيما لليوم عم ندفع الثمن. وهلا قنابل ذرية وين ما كان، وحروب نووية. هلا بدنا حرب النية مش النووية. رح هي هون، انما الاعمال بالنيات. عود قلبك على الحب مرة بعد مرة، عندها يشعر قلبك بالبهجة، اكستاسي. عود انه لا، طيب انا غضباني هلا ضروري احكي، سكتن ابري بس تروقي تبقى احكي. ما تحكي انت غضباني يا مريم، بيطلع كثير كلمات بتندمي عليهم وبعدين يا الله. ونحن ما بننسى، مرة عندنا بالضيعة قاعدين كلهم، قام واحد صاروا عيطوا له ابو ضرطة ابو ضرطة ابو ضرطة، ما عاد في يضل بهالضيعة، قام فل. بعد 20 30 سنة اشتاق انه يرجع الضيعة، رجع لقى فيه هاي بنية هون هون. قال له هون هاي هون يعني هاي هالبنية امتى طلعي؟ قال له وقت ابو ضرطة فل من الضيعة. ما بننسى، مشان هيك وقت بروح انا مطرح ما حدا بيعرف ماضيي منين انا ومين، وهي المطلقه وهي الزانيه وهي الشرقوطه وهي دياب، مش هي اللي ما بيحكوا اهلا، مش هي مش مطرح ما بروح. مريم بيقولوا اشياء بقول ايه، وانتم هيك شفتوني لانكم انتم هيك، انا مرايه لكم. هالعلم موجود بأمة العرب، بقول انه تعلمتوا من العرب ومنكم ومن الصقر ومن الشجر ومن الطير ومن السرطان ومن السكري ومن السل ومن الحرب. الحياه هي مدرسه، امتحان وبعدين الدرس، امتحان ودرس، امتحان ودرس. عشان هيك برا لا نبي في وطني وكنيسة القريبة ما بتشفي، بتروح لبرا. بس وقت قال لي نزير راي على قربي، الله، قلت انا كنا رح نصير ثلاثة، ما بعرف. قلت له اذا لقيت شيء، انا قالوا لي ناخذك من بغداد وبتشوفي شو في عنا وتلفزيون لإلك، وتعي كردستان واربيل وكل هون اجانب هونيك بدهم يعملوا اشياء كثير منيحه، ونتمنى انك تكوني معنا تنشوف. نعم، غضبك كمن يقبض على جمرة ملتهبة كالقابض على الجمر، في نيتك أن تقذفها على الآخرين، ولأنها في يدك فإنها تحرقها فقط. ما تحطها أنت كالقابض على الجمر على طول، اللي ماشي بالحقيقة ما في شارك فيها، ما في يعطيها لحدا، مين بيستاهلها، مين بدي كبها لمين. رمي مجوهراتك للخنازير أفضل، لا ترميها للخنازير، ما تعطي جوهرك إلا للجوهرجي. وينوه هالجوهرجي، وينوه وينوه، بتصير تفتش عليه. لا تسكن في الماضي ولا تحلم بالمستقبل، ركز على حاضرك لأنه حلم الأمس وماضي المستقبل. الماضي مضى والمستقبل غريب، وطوبى للغرباء اللي عايشين هاللحظة. فكر بهاللحظة، الآن هو الزمان والمكان، هلأ يجي الموت، لوين رايحين كلنا فينا نعرف. مثل ما قال الحبيب لبنته، أنت أول ناس لحقتيني، كلنا عنا الكشف يا أخوي. بس ما تلتهي، شو ما شفت الله اكبر الله اكبر، بس ليطمئن قلبي، مثل ما قال له سيدنا ابراهيم، يعني انه انا عرفت بس ليطمئن قلبي. هلا رح احكيكم شو بصير بالجسم بنوع خاص باجرينا، تبين اجري يعني هلا عشان نهدر دمك، اذا بدك تهدر دمك كرمال هالاجر. هون هالايد فيها طاقه قويه كثير، بتحطها هون على ركبتها، وانت بتحرك كل مسارات جسمك بهالاجر وبهالاجر. هالخمسه حطهم هيك، وين اجوا؟ حط نقطه حبر هون 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 هون، او اللي حدك او انت حطه 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 على الاجر الثاني، حط 12 مسار. بكره اسننا على استوديو جديد، عندنا كل شيء جديد هون، خليه يوقع الحبر هون، هيدا مش حبر، شمع.
هتنه. شو هيك حطهم هيك، شو هيك حطهم هيك، فيك تركزوا، ركزوا عراس الركبة، عراس الركبة، فلتوا هو فلتوا وحطوا. شوف شو بصير، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هشام رح يقرب هون وتشوفه. ما بدي تشرب أي مشروبات غازية، عم تقتل جسمك كله. في 12 مسار عم تقتلهم خلال 60 دقيقة، من ثانية 1 second to 1 minute 60 ثانية. في الدقائق العشرة الأولى شو بصير؟ يدخل ما يعادل 10 ملاعق صغيرة من السكر إلى جسمك، 10% من الكمية التي تحتاجها يومياً. بس تعمل بهيدي الطريقة بتشربها، كلها القنينة، كلها المشروبات الغازية، حتى المي اللي بقنينة البلاستيك إذا اضطريت واشتريت حطها بإزازة وحطها وين؟ شوي بالشمس، الشمس بتعطيها طاقة. أو كلنا يكون عندنا فخارة بالبيت، جيبهم وحطها بالجرة. كلنا كان عندنا جرة، وكان بالسوق على أيامي من 70-80 سنة كان بسوق بيروت دايما عن نفس المرحوم الحج حسن، حج كذا، والمسيحي والمسلم تشرب عن نفس المرحوم. بعد 20 دقيقة يرتفع مستوى السكر في الدم مما يسبب تدفق الأنسولين. شو بينضرب عندك؟ البنكرياس، بنكرياس ومعدة وطحال. ينضرب البنكرياس بصير يعطيك سكري، وهالسكر اللي حاطينه حطوا فيلم فيديو رجعوا شيلوا بعد كم دقيقة، بس موجود على بيت الله. كيف بياخذوا قصب المص؟ أنا على أيامي كان في، ما بعرف هلا إذا بعد في قصب مص، كنا نقشر أو نشتريها مقشرة قشرنا إياها. عم بياخذوا قصب المص وبيعملوا منه سكر، بحطوا كتير أدوية، بياخذوا الشمندر بحطوا كتير أدوية تبيضوا. ما فيني أقول لكم بعدين الأدوية محطوطة حتى بكيس النايلون اللي بيتركبوا فيه. الإف دي إي بتدفع لها، في أشياء كتير بتشتروها رخيصة. يعني ليش هيدا رخيص؟ وليش هالقلم رخيص؟ وليش هالحفاضة رخيصة؟ ليش هي رخيصة؟ بتدعم زيدوا الأمراض أنتم، بنا خاص الأطباء. وبعد 20 دقيقة بتمروا 20 تانية بتصير 40 دقيقة، تكتمل عملية امتصاص الكافيين، بتتوسع ببو العين البيوبل، وبيرتفع ضغط الدم. بدك تعرفي انت شوفه، بصير عندك قلق تسأل عنه ولادي او صاحبي، او ينضرب القلب والمصران الرفيع، بلش يهر الشعر. بعد 45 دقيقة بيقوم جسمك بزيادة افراز، شو ما بدكم سموها، ما رح اقول اسمها لان حاطين عليها دعايات، يلي بيعمل على مركز بدماغك. الله صار عندي تعاسة، ليش انا حزين؟ يا الله ايه الحق على فلان، الحق على هيداك، الحق هيداك، الحق على امي، الحق على مرتي، الحق على بيت، الحق على هيداك بالشغل. شو بينضرب عندك؟ الكلى، المتانة، الاعضاء التناسلية، وين بتروح؟ من صاحبتك او صاحبك. فإذا ضربنا القلب والمصران الرفيع والتبريد والتدفئ، صار عندنا غضب، ضربنا البنكرياس والمعدة والطحال ورجعنا، ضربنا الرئة والمصران الغليظ. بعد 60 دقيقة بيتحد حامض الفوسفوريك مع الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك بالمعدة، والمعدة بتنزلهم دغري كميات كبيرة من هالأمراض، بتشيل الكالسيوم من جسمك والمغنيسيوم والزنك ومن عظامك، بتخليه هشاشة هالعظام. طبعا المعدة بيت الداء والدواء، وعلى الرئة والمصران
الكلى والمتين والأعضاء التناسلية، وبعد أكثر من 60 دقيقة بتبلش بداية زوال حالة السعادة، ينخفض معدل السكر بدمك بسرعة، سريع الانفعال، تشعر بالخمول. وجايك الحقد، إيه بدي أحقد عليه هيدا واحد بلا أخلاق يا عقد الحاجبين. هالخمس حدود يلي بجسمنا، هالخمس صلوات ما إلها قيمة، ما بقى فيك تصلي، صلاتك مش مقبولة، وانت الصلاة بتواصل مستمر مع الصلاة، ما بقطع صلاة تصلي وما بقطع صوم تصوم. هالإلهية حقيقة يا أخوتي، كل اللي حكيون الأنبياء والأولياء وكل مسيح وكل مستنير وكل قالوا الحقيقة وحدة، فوت بالدين التدين الإلهي بلب القلب.